سيتي برنارفورد دور البطولة الإنجليزية الأسبوع الجولة 33 وين كانت مباراة كانت ما بين برينهام سيتي وبرنارفورد. شنا كيفاش سعيد بالرحمة وين قدم مباراة كبيرة، شنا كيفاش هارنيك شنا من جانب برنارفورد، شنا بريمان سيتي وين شنا كيفاش كانت المباراة وين انتهت هدف لهدف، شنا الهدف الأول في الدقيقة، شنا الهدفين في الشوط الأول وين شنا لوكاس في الدقيقة 13 من جانب بريمان سيتي، برنارفورد شنا في الدقيقة 17 عن طريق إيتان اللي سجل في الدقيقة الهدف التعادل في الدقيقة 17، شنا كيفاش سيطرة كما نقولوا حنايا شنا هجمة بهجمة خاصة الشوط الثاني وين كل مدرب وين نعمل مستحيل من أجل الفوز، خاصة برينام سيتي المدرب تاع برينام سيتي اللي رمى بكل ثقة ليه وين التغييرات اللي دارهم دار زوج تغييرات، شنا كيفاش دخل دخول سكورت دخول لوكاس جيريمي إيفان ماكسيم كولين يعني من جانب برينام سيتي، لكن برنارفورد كان عنده كلمة أخرى وشنا كيفاش كان مضيع الكثير من الأهداف، خاصة وين نقولوا بلي لعاب الممتاز لعاب رقم واحد وهو بالرحمة شنا كيفاش ضيع أهداف، شنا كانت المباراة وين كانت المباراة متساوية في الهجمات ولا في الدفاع ولا في وسط الميدان، كانت هجمة بهجمة وين شنا بريم برناتو وين شنا كيفاش كانت كل فريق وين لعب برنارفورد وين كذلك وين لعب بطريقه نقولوا طريقه 4-4-2، شنا بريمان سيتي اللي نقولوا لعب بطريقه 4-3-3، اللعب كان مفتوح ما كانش لعب مغلوق ما بين زوج فرق اللي نقولوا بلي هذا الموسم لهم يلعبوا على الصعود، نقولوا يلعبوا على الصعود خاصه وين كل فريق وين حاول باش يفوز بالمباراه، قوه اللاعبين في خط وسط الميدان وين المباراه وين تمركزت في خط وسط الميدان. هذه هي الجوله 33 دور بطوله الانجليزيه، بريمان سيتي هدف، برنارفورد هدف صحيح.